اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. اطلقت الحكومه خلال الاونه الاخيره المخطط الاستعجالي لفائده القطاع السياحي. هذا المخطط لقي رفضا واحتجاجا واسعا لدى مختلف المهنيين. نستضيف معنا في هذه الحلقه منير شامي رئيس المنظمه المغربيه للنقل الطرقي وذلك لمناقشه ردود المهنيين حول هذا المخطط. اهلا وسهلا سي منير. اهلا وسهلا. الحكومة خلال الآونة الأخيرة أطلقت مخطط استعجالي لفائدة القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم. بغيناك سي منير تشرح لنا أهم الإجراءات اللي جاب هذا المخطط الاستعجالي. هو بالفعل الحكومة مشكورة قامت بوضع واحد المخطط استعجالي من أجل دعم القطاع السياحي بواحد القيمة ديال 2 مليار درهم. وهذا المخطط هذا في واحد خمسة ديال التدابير اللي جات يعني من بعد واحد سلسلة جديدة من الإجراءات بعد أكثر من 22 شهر ديال الأزمة الصحية والاقتصادية وهذا الإغلاق الحدود إلى آخره. وهذا جاب واحد خمسة ديال التدابير، أولهم يعني تمديد هذاك الصرف ديال التعويض الجزافي ديال 2000 درهم اللي كياخذوا المستخدمين ديال القطاع السياحي بما فيهم الفنادق وكالة الاسفار النقل السياحي، يعني جميع المستخدمين ديال القطاع السياحي. هذيك 2000 درهم مدوها حتى الربع الاول ديال سنه 2022 بما فيها يعني غيكون فيها شهر يناير وشهر فبراير وشهر مارس 2022. هذا الاجراء الاول. الو فيما يخص الاجراء الثاني، تاجيل اداء الشراكات المستحقه ديال لا سي ان اس اس لمده 6 أشهر اضافيه لفائده نفس هؤلاء المستخدمين. والاجراء الثالث اللي هو تاجيل الاستحقاقات ديال القروض البنكيه لمده قد تصل الى سنه، يعني لاصحاب شركات ديال الفنادق وشركات النقل السياحي، والدوله هي اللي غادا تحمل الفوائد البنكيه المترتبه عن تاجيل هذه الاستحقاقات. مزيان. الاجراء رقم 4 هو واحد الاعفاء لاصحاب الفنادق من الضريبه المهنيه المستحقه خلال سنه 2020 و2021، واللي غادا تقوم كذلك الدوله بالدفع ديالها. والاجراء الاخير هو منح دعم من الدوله بواحد القيمه ديال 1 مليار درهم لدعم هاد الفنادق المصنفه من اجل يعني تشجيع هذيك الجهود ديال الاستثمار، يعني من اجل الترميم ومن اجل اعاده الانطلاق. دونك هادو هما التدابير اللي جا بهم هذا المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بالمغرب. لكن سي منير، حالما اعلنت الحكومه على هذا المخطط الاستعجالي لقي واحد احتجاج ورفض واسع لدى مختلف المهنيين ديال القطاع السياحه، علاش سي منير في نظرك؟ بالطبع، لان احنا كنا كنعرفوا بان الفنادق او الفنادق المصنفه اللي جا هذا الدعم هذا هي شركات متوسطه وشركات كبرى، في حين بان الشركات الصغرى اللي كتشتغل في القطاع السياحي واللي نقدر نقول بانها كتجاوز 90% هي شركات ديال النقل السياحي بطبيعه الحال، هي شركات ديال 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 وكالات الاسفار. داكوغ، كاين مجموعه من 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 المكونات اللي كتشتغل في القطاع السياحي اللي هي عباره عن شركات صغرى. وملي تلقينا هذا المخطط هذا صراحه كنا كنتظروا بان هذا المخطط غادي يخرج بواحد الصيغه اللي هي مناصفه ويخرج بواحد الصيغه اللي هي كتستجيب للمتطلبات ديال 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 القطاع النقل السياحي اللي عندنا. واحد الاقصاء ديال مجموعه من الفئات. ملي كنتكلموا اسمح لي، ملي غادي نرجع لهاد التدابير نرجع لهاد الخمسه ديال الاجراءات، ملي كنتكلموا على الاجراء ديال صرف التعويض الجزافي ديال 2000 درهم مزيان، ولكن الربع الاول اللي هو شهر يناير وفبراير ومارس، مالعين بان احنا باقي ما عندناش واحد لا فيزيون،
باقي الحدود دابا ما تحلاتش، كاين اغلاق، باقي ما عرفناش الحدود غادي تحل ولا غادي تسد. اليوم كاين واحد الاجتماع ديال اللجنه العلميه، وباقي ما عرفناش الحدود واش غادي تسد ولا غادي تحل. كذلك ما عرفناش مستقبلا واش هاد الاجراءات ديال الاغلاق وهذه واش غادي تكون، غيكون واحد الالغاء ديال هذا القرار ديال غلق الحدود بصفه نهائيه او غير بصفه مؤقته او بشروط معينه. هذه من جهه، يعني هاد المستخدمين خصنا نمدوا لهم التعويض ديالهم بعدا حتى لنهايه 2022. هذه وكاين واحد النقطه اللي هي مهمه جدا، اللي هو عندنا واحد الصنف ديال الاجراء، لان باش الاجير ديال هذا القطاع السياحي باش ياخذ هذا الدعم كاين عنده واحد اغي ديال التسجيل في كاين واحد الشرط، خصو يكون مسجل في فبراير 2020، وتبع معايا، خصو يكون مسجل في فبراير 2020 باش يقدر ياخذ هاد 2000 درهم. ولكن تقدروا توظفوا يعني اجراء جدد، كيف في هذه الحاله غتعاملوا؟ نعم بالفعل كاينه هذه الحاله، كاينه الحاله انا غنشرحها، كاينه الحاله الاولى اللي هي كاين واحد المستخدمين اللي ما تصرحوش في فبراير 2020 وما استافدوش من الدعم، والعدد ديالهم كثير وكثير، لانهم كانوا مستخدمين موسميين، كانوا مستخدمين اللي هما غير مصرح بهم في شهر فبراير، ما استافدوش، تم الاقصاء ديالهم اللي هما اليوم كيعانيوا اليوم يعني في حاله تشرد. وكاين واحد المستخدمين اخرين اللي نعطيك اكزومبل، فاش كانت حلات الدوله الحدود، يعني حلات الدوله الحدود مرارا وتكرارا، وكانت واحد الاعاده ديال الانطلاقه فجع على اثر هذاك البرنامج ديال ترويج السياحه الداخليه، وكانت اعاده ديال الانطلاقه الى اخره. كاينين بعض المستخدمين اللي واخا كياخذوا هاد 2000 درهم ولا ما كياخذوهاش، ما بقاوش خدامين مع هذيك الشركه ولا مع هذيك المقاوله ديال النقل السياحي. سكيل في ملي دارت هذيك الانطلاقه، قرر هذاك المقاول باش يجيب واحد المستخدم واحد اخر، واضطر يونجاجيه معاه في اطار واحد العقد معين، سواء ان ابيك او كونترا سي دي دي او كونترا سي دي. ولكن ملي دار الاغلاق مره اخرى، ما لقاش باش يخلص هذاك المستخدم لانه تعاقد معاه. وهذا هذا المشكل هذا راه كيعاني منه مجموعه ديال الشركات. دونك حنا هذا الدعم هذا حنا كنستنكروه، لان خصو يكون منطقي، وخصو يستافد منه جميع السائقين اللي عندنا في المقاولات ديال النقل السياحي. عندنا النقطة الثانية، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة لا سان اس اس لمدة 6 أشهر راه غير كافية. ونشوفوا بعدا هذاك الشيء القديم بعدا. حنا دابا كنهضروا غير مدة 6 أشهر ديال 2000 تمويل مليار درهم واش كافي ولا؟ أنا جايك للتمويل، خلينا بعدا في تأجيل أجل الاستحقاقات ديال القروض البنكية. حنا هاد نقدروا نقولوا هاد التدبير الوحيد اللي تعطى لفائدة شركة النقل السياحي في هذا المخطط الاستعجالي، هذا التدبير بعدا راه فيه ان بروبليم. بعدا خصو ديطايي مزيان، خصو يتعطى واحد ديطايي مزيان هذا التدبير، تخرج واحد لا نوت وتخرج واحد لو كومينيكي من 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 المؤسسات ديال القروض والمجموعه المهنيه الابناك، وخصنا بعدا نتحاسبوا على هذاك الشيء القديم. ما تجيش تقول لي اليوم غادي نعطيك واحد تاجيل اجل استحقاق القروض البنكيه لمده قد تصل الى سنه، يعني ديال سنه 2021. اهو 2020 راه الناس دابا راه في المحاكم، راه جا مستثمر دخل هذا القطاع واستثمر في هذا القطاع، لقى راسو في المحكمه ولا مبحوث عنه ولا في قضيه قضائيه، حجز على يعني الاسطول ديال السيارات الى اخره. خصنا تشوفوا بعدا هذاك الشيء القديم، بعدا هذيك الديون المتراكمه جراء الفوائد البنكيه اللي ترتبت على عن سداد تاجيل الديون، نشوفوا بعدا الحل ديالها وتحمل الدوله المسؤوليه ديالها، وعباش نشوفوا هذا العام الجديد. هذا العام الجديد راه يلاه فيه شهر واحد، عاد نشوفوا العام الجديد ونعطيو واحد الاجل اللي هو منطقي، ما نقولوش نعطيو واحد الاجل اللي هو منطقي، لان باقي ما كايناش رؤيه دابا. نعم داكور، نمشيو للتدبير الاخر اللي حتى هو اثار واحد الغضب كبير لدى مقاولات ديال النقل السياحي ولدى شركات ديال النقل السياحي، هو الاعفاء ديال اصحاب الفنادق من الضريبه المهنيه. كيفاش يعني حتى المهنيين كيقولوا بان الفنادق هي اللي استافدت، هذه الفنادق هي اللي استافدت من هذا المخطط. هاد الفنادق كتعفيهم من الضريبه المهنيه،
وحنا اللي عندنا المكاتب ديالنا ما عندناش حنا حتى حنا عندنا الضريبه المهنيه حنا ما كنديروش لوفشورينغ حتى حنا خدامين في المغرب وعندنا بيروات وعندنا ما يعني بحال هذا المخطط المهنيين كتقولوا بانه غير تستغل الفنادق الكبرى فقط هذا المخطط جاء 100% لصالح الفنادق باش نكونوا واقعيين باش ما نبقاوش نغلطوا الراي العام هذا المخطط الاستعجالي جاء لصالح الفنادق اللي عندها نقدروا نقولوا لان عندها واحد الوزن وعندها واحد المبالغ ديال الاستثمار مزيان ولكن تقصي الشركات صغار راه واخا شركات صغار كتلقى شركه صغيره مزيان شركه صغيره راه هي ولكن راه هي النواه ديال 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 المنظومه الاقتصاديه هي النواه ديال الناتج الاقتصادي الوطني. نزيد واحد القضيه واحده اخرى واحد التدبير الاخير هذا اللي زاد 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 الطينه بالله كيف ما كنقولوا وزاد زاد اثر على القطاع ديال النقل السياحي وزاد طعن في المواطنه ديال الشركات ديال قطاع النقل السياحي اللي هو منح دعم من الدوله لفائده القطاع الفندقي بمبلغ مليار ديال الدرهم. دونك هذا المخطط كامل جاو فيه جوج المليار مليار مشات لهذه القضيه ديال لا سي ان اس اس وديال الضريبه ديال الضريبه المهنيه ديال الفنادق ومليار مشات دعم الفنادق باش يجدوا الفنادق ديالهم. واش هذا ظلم؟ هذا اقصاء؟ هذا ما عرفناش صراحه. حنا مزيان الحكومه تخرج لنا مخططات استعجاليه ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه ديال اللي كتقصي لواحد القطاع اللي اليوم تهمش وقطاع اللي اليوم كيعيش في واحد الاوضاع اللي هي مزريه. كن على يقين السي عبد الله بان خرجتي الشارع وسولتي اي واحد خدام في القطاع السياحي يقدر عنده مشاكل اجتماعيه، عنده مشاكل اقتصاديه، عنده مشاكل ديال مع الابناء ديالو يعني في المدرسه في 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 كاين بزاف ديال المشاكل، كاين بزاف ديال المشاكل وصراحه هذا القطاع هذا الدعم هذا حنا كنستنكروه وبغيت نقول بهذه المناسبه راه كاينه كنظن راه غدار واحد الوقفه احتجاجيه اللي غيقوموا بها القطاع السياحي وكل معني بهذه الوقفه ديال الوقفه الاحتجاجيه امام المندوبيه الجهوي ديال السياحه على يوم الاربعاء وقيل يوم الاربعاء 23 يناير وغتكون شامله في جميع ربع المملكه وغيكون فيها القطاع السياحي كامل يعني احتجاجا على اولا فتح الحدود لان ميمكنش تبقى الطالب يعني الرئيسيه ديال المهنيين هي فتح الحدود بعد فتح الحدود بعدا ماشي حنا كاينين ارتسامات بان الحدود غادا تفتح ولكن حنا بغينا واحد فتح الحدود واحد القرار اللي كيلغي هاد 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 القرارات ديال اغلاق الحدود وتبقى الحدود مفتوحه فهمتي حطوا دي كونديسيون اللي هما يا منافسه سياحيه المغرب حل الحدود ديالها مصر حل مثلا الحدود ديالها اكيد عبد الله اكيد ودابا كاينين رحلات دابا حاليا في المغرب كاينين رحلات ذهاب يعني من اللي بغيتي تمشي دابا مثلا لتركيا تقدر دابا تمشي لتركيا ما يسولوكش في الايروبور دابا تقطع تمشي دير السياحه في تركيا ولكن الرجوع لا اما باش تمشي تقدر تمشي ونهضروا في هذه القضيه ديال الاغلاق ديال اغلاق الحدود حنا فاش سدينا الحدود كانت عندنا صفر حاله كانت صفر حاله لا كنتذكر مزيان وانا متاكد فاش سدينا الحدود كانت صفر حاله يعني كاين تناقض يعني ما الدور ديال اغلاق الحدود ليس له اي اليوم يعني اي جدوى اليوم كنلاحظوا بان 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 كيخرج كتخرج وزاره الصحه يعني في شخص المنسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة في وزارة السياحة وكيقول بأن انتشار ديال أوميكرون راه بلغ واحد 95% يعني هاد لا يعني هذا الإجراء ديال إغلاق الحدود يعني إجراء لا محل له من الإعراب سي فغي وحنا ما غاديش نفهموا اكثر من هاد اللجنه العلميه ما غاديش نفهموا اكثر منها هي هاد اللجنه العلميه عارفه المسائل كتعرف اوميكرون كتعرف ولكن حنا كيبان لنا بان هذا زكام كيبان لنا هذا زكام موسمي كيبان لنا بانه مرض اللي هو ولا وباء اللي خصنا نتعايشوا معاه لان هاد اللجنه العلميه ما غاداش تحس بالمعاناه اللي كيعيشها القطاع اليوم واللي كيعيش اللي كتعيش الشغيله ديال القطاع اليوم يعني كاين دوافع يعني دوافع اخرى اقتصاديه اكبر خاص تاخذ الحكومه بعين الاعتبار هاد القرارات هذه نعم بالفعل لان ميمكنش اليوم نبقى نخرج بقرارات لان اليوم حنا راه ما كنطالبوش غير فتح الحدود فقط
راه كنطالبوا بالغاء تام لهاد القرارات اللي كتجي هاد القرارات العشوائيه اللي كتجي ديال اغلاق الحدود في ظل هاد الازمه الاقتصاديه اللي كيعيشها المغرب اليوم. راه القدره الشرائيه راه ما بقاتش عند المواطنين. ما يمكنش اليوم سير زور مدينه مراكش راه كتعيش في واحد الحاله وفي واحد الاوضاع اللي هي مزريه. راه مازال مثلا مدينه الدار البيضاء راه كاينين بعض المصانع، كاين بعض الشركات، كاين بعض المقاولات الى اخره اللي هي ما متاثراش. مدن سياحية الكبرى اللي درات بطريقه مهوله. اذا سي منير، في نظركم شي مقترحات المنظمه الديمقراطيه للنظام الطرقي للخروج من ازمه القطاع السياحي؟ الو دونك حنا المقترحات ديالنا اللي حنا كنطلبوا فيها يعني في هذا الاطار هذا، كنطلبوا اولا يعني يكون واحد المخطط استعجالي لدعم قطاع النقل السياحي، لان لي كاركتيرستيك ديال القطاع ديال النقل السياحي او الضرر اللي كيعيشوا النقل السياحي مغاير بشكل تام مع القطاعات الاخرى. مع كامل خاصو مخطط، كل برنامج، كل قطاع معين في السياحه، كل قطاع خاصو برنامج خاص. مع كامل احتراماتي للقطاعات الاخرى ومع كامل التضامن ديالي مع القطاعات السياحيه الاخرى، الى ان القطاع ديال النقل السياحي لازم خاصو برنامج او مخطط استعجالي اللي خاص به. وهذا المخطط هذا حنا كمنظمه مغربيه للنقل الطرقي اللي كتمثل شركه النقل السياحي بالمغرب، كنطالبوا بان يكون واحد التاجيل ديال الاستحقاقات الى نهايه 2023، وهذيك المديونيه كامله اللي ترتبات منذ بدايه الجائحه يعني اللي فيها الفوائد البنكيه خاص الدوله تحمل المسؤوليه ديالها. وكذلك في هذا الشق ديال 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 الاستحقاقات البنكيه والفوائد المترتبه، كنطالبوا من الحكومه ومن الجهات المسؤوله يعني تخرجنا بواحد التدبير اللي فيه واحد التنازل عن بيع عن 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 تتبع يعني هذيك القضايا اللي كتكون، عن جميع القضايا اللي كتكون يعني متداوله ومتبادله يعني في المحاكم. لان كيف ما قلت لك اليوم المستثمر دخل هذا القطاع ديال النقل السياحي، دخل كمستثمر اليوم ولا يعني في المحاكم كمبحوث عنه. كذلك بغينا واحد الحذف من القوائم ديال، هنا كنوجه النداء ديالي لبنك المغرب، بغينا واحد الحذف من قوائم الحظر، لان كنعرفوا بان مقاولات كانت مواطنه كانت كتخلص الديون ديالها قبل الجائحه، اليوم دخلات يعني في سكون ابل كونتونسيو يعني واحد لاليز ديال الكونتونسيو ولا ديال الحظر، ما بقاش مستقبلا حتى بعد تعافي القطاع خاص يتحذف ديالها من هذيك القائمه. وبغينا الدوله تحمل كافه هاد الضمانات يعني حتى هذوك المؤسسات البنكيه، حنا ما كنقولوش لهم حنايا عطيونا، حنا عندنا الدوله هي اللي سدات علينا الحدود، الدوله هي اللي شجعتنا باش نستثمروا في هذا القطاع، الدوله هي اللي خاصها تحمل الضمانات يعني الخاصه بهذه المديونيه. كذلك المطلب الثاني ديالنا هو بغينا واحد الدعم مالي بقيمه ديال مليار درهم لفائده القطاع ديال النقل السياحي من اجل تجديد الاسطول. كيف ما كتعرف العربات ديالنا ديال النقل السياحي هي متوقفه على العمل. نعم. ملي متوقفه على العمل كاينه هناك مديونيه، كاينين بنوماتيك يعني العجلات. يعني عنده واحد الصلاه. عندنا مده بيان سور شوف السياره غتبقى واقفه، يعني العجله عمرها ما غتبقى صالحه، لان غتبقى واقفه غير واحد المده طويله، العجله ما عمرها ما تبقى صالحه لان كاينين العوامل الطبيعيه اللي كياثروا على ديك العجلات، خاصها تبدل، كاين لاباتخي، يعني كاينين دي فخي ديال المانتونونس، كاينين المصاريف اللي خصنا باش نقوموا دوك العربات، الصيانه، السباغه، كاين العربه اللي خرجات من الموديل ديالها، يعني الموديل ديالها ما بقاش صالح يعني باش يتسوق في 2023 ولا مستقبلا، خاص هاد العربه خاصها تجدد، وباش تجدد هاد العربه ملي غتمشي غتبيعها في السوق ما غتجيبش لك الثمن. يعني خاصك واحد الدعم باش تقدر تجدد هذاك الاسطول، لانني انا مضرور. ميمكنش لي يعني لك انا غادي نجدد الاسطول ديالي من 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 يعني لي فون بروبر من راس المال، هذاك راس المال راه ما بقاش، راه ولات المديونيه ديال القطاع اكثر من راس المال. يعني لو طو دونتيتمون طلع بزاف. دونك كاين عندنا
مطلب اخر السي عبد الله هو بغينا يعني التمديد ديال هذاك التعويض الجزافي ديال المستخدمين ديال القطاع ديال النقل السياحي، وكنهضر على القطاع السياحي كاع المستخدمين صراحه، خص يكون التمديد ديال هذاك التعويض الجزافي ديال 2000 درهم حتى دو جنبير 2022. بعدا غير تبان لينا بعدا رؤيه، ولكن يكون واحد التمديد ديال تشل دو جنبير 2022. وحتى هذا الدعم اللي كيتعطى دابا راه كنتوصلوا به من بعد 3 شهور من بعد 4 شهور، راه ما كيبقاش صالح هذاك التعويض الجزافي. كذلك عندنا مطلب اخر اللي هو هذوك المستخدمين الغير مصرح بهم، يعني في فبراير 2020 اللي ما كيستافدوش من هذا الدعم الجزافي، هذاك خصنا اليوم ندمجوا هذوك الفئه، لانها فئه كبيره اللي كتشتغل بواحد الطريقه موسميه، وكاينين فئات اخرى اللي ذكرت اللي هما يعني من بعد هذاك الاغلاق ديال الحدود، واخا غادي نعاود نذكر بها، من بعد الاغلاق ديال الحدود ومن بعد الفتح ديالو ما بقاوش المقاوله احتاجت واحد لو سالاري جديد، ولا هذاك لو سالاري ما بقاش كيتحمل هذيك الوضعيه ولا هذيك الازمه الاقتصاديه، ومشى لشي مقاوله اخرى يعني في قطاع اخر غير متضرر، وجا يعني هذاك المقاول اضطر بانه يدمج معاه واحد المستخدم، وهذاك المستخدم ملي دمجوا معاه دار معاه واحد العقد، من بعد تسدات الحدود بقى واحد فيه هذاك المستخدم كيخلصوا من جيبه، لان ما يمكنش يطردوا داكوغ، توتون ساشون بان الحق يعني في العقود راه كتعطيك 3 مو بيريود ديسي، ولكن هادشي راه فات الحد ديالو. كاين عندنا اخر متطلب ديالنا هو اعفاء القطاع النقل السياحي يعني من الضريبه المهنيه يعني المترتبه خلال سنه 2020 و21، وكذلك يعني لا تاكس الضريبه على المحور وتحمل الاداء ديالها من طرف الدوله. دونك هادو مطالب يعني استعجاليه خاصها تكون مندمجه في اطار واحد المخطط استعجالي خاص بدعم القطاع ديال النقل السياحي. شكرا جزيلا استاذ منير الشامي رئيس المنظمه المغربيه للنقل الطرقي على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعد جديد.